صاحبي 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 صور صور جا خويا شوي الله انا ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله ونشكره ربي كان معاهم وسيدنا الله ينصره حتى هو كان مساندهم وسهل لهم الطريق وهما واخا عانوا اللهم لك الحمد مادام انهم بيناتنا معانا دابا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والله يسهل على الوليدات اللي باقيين في سوميتا هما يالله ييسر ليهم والله يطلق سراحهم من هذيك البلاد يا ربي. الحمد لله ونشكر الله ولك الحمد اللهم لك الحمد كنحمدوا سيدي ربي وكنحمدوا صاحب الجلاله اللي تعاونوا معنا جابوا لنا وليداتنا فكوهم من الحرب وفكوهم من هذيك البلاد والله يكون في عون هذوك الناس الله يجعل سيدي ربي يحن عليهم هذوك الناس اللي بقوا في هذيك الارض تاهما الله يجعل ربي يشوف من حالهم الله يجعل. الحمد لله واخويا ما نقولكش ما عرفتش اش نقول لساني مشى وكلشي الحمد لله الشعور لا يوصف اكيد. شنو الرساله ديالك اليوم انتم دابا كنعرفوا ان المسار الدراسي صعب واش الرساله ديالك اليوم للحكومه الناس اللي باش يلقاو قرار لهاد الطلبه اللي هما كانوا عايقين اليوم الدراسه صعيبه في اوكرانيا؟ كنتمنى اكيد ان الجهات المسؤوله تلقى حل كنتمنى ان الوضعيه يعني تولي احسن تحسن في اوكرانيا سينو خاص تلقى حل حيت كاينين شي ناس اللي دابا سيزيام اني اللي خصهم يتخرجوا هذا العام غيتخرجوا لوك زعما المسيره ديالهم يعني الدراسيه كامله مشات لهم دونك فريمون خاصنا خاص الناس يشو ياخذوا هاد يعني ما عرفتش كيفاش غنقولها ولكن هاد القضيه زعما بمحمل الجد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.